اليوم مميز. هو مولد النبي صلى الله عليه وسلم ولكن أصح الجواب عند علماء السلف اختلف في ميلاده واتفقوا على وفاته، واحد ما على بالو النبي صلى الله عليه وسلم اقتازات حتى العلماء ويعني أهل السنة والجماعة، واحد ما على بالو يعني أهل السنة والجماعة ما على بالوش اقتازات النبي صلى الله عليه وسلم، هذه هي. ولكن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم هي بدعة. أول طريقة أعظم طريقة احتفال إنسان قراءة سيرة تاع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كي كان يمشي كانت الحجرة والشجرة تقول له السلام عليك يا رسول الله، كاش كان يشبه، كاش يتعامل معاملات مع الناس، كاش كان يدخل بيت خلا، كاش كان يتوضى، كاش يهضر مع الوالدين، كاش مع الزوجة تاعو، هذه هي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. علاه رانا في مرحلة عويصة وصعبة، بعدنا على كتاب الله وبعدنا على سنة رسوله، والاحتفاء بالنبي صلى الله عليه وسلم هي عندنا أعظم كتاب رحيق المختوم، الإمام بيبارك فيه ورحيق المختوم وختامه مسك، أعظم رجل في العالم الإسلامي اللي كما قولوا بالدرجة اللي رجل الأمة الإسلام بالمشاكل، هو الرسول محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. الخصة تاع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يعني عندي بين قوسين يحتفل بالمولد تاع النبي صلى الله عليه وسلم بعيد عن الإسلام، ما يتبعش ذاري ولا الزوجة تاعو. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان من أتقى الصحابة، كل بدعة ضلالة وإن رأها الناس حسنة. النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة الوداع كان يبكي، قال إن أموالكم وأعراضكم ودماءكم في شهركم هذا، في يومكم هذا، في بلدكم هذا، ونزلت عليه آخر آية، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورديتم لكم الإسلام دينا. ما كان حتى حديث، ما كان حتى حديث ني في البخاري ني في مسلم ني في الترمذي ني في ابن ماجه في النسائي باحتفال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه بديع السماوات والارض، ومن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنه خلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا عليها وعضوا عليها بالنواج يعني الانياب، واياك محدثات الامور فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار، النار الذي اوقدها الله الف عاما حتى احمرت، واوقدها الف عاما حتى ابيضت، واوقدها الف عاما حتى اسودت، فهي سوداء مظلمه لا يطفا لهيبها. وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، اصح الجواب عند علماء السلف. مولد النبي صلى الله عليه وسلم اول حاجه الانسان يحتفل بسيرته هي الرجوع الى كتاب الله والى سنه رسول الله وفهمه على نهج السلف الصالح، وبين قوسين تحذير المسلمين من الافكار الداخله بليه التي رانت على عقول الناس. والدين تاعنا تاع 620 720 هجري كما الدين تاعنا كما 2020 2040 2050 2060 الا ان يرث الله الارض ومن عليها. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.